مفيش عيلة مثالية ومفيش قرايب ما بيتخانقوش. في النهاية يعني احنا مش ملائكة، احنا بشر من لحم ودم، وده كان واضح في استقبال الطوارئ في المستشفى يعني بعد الخناقة الأخرانية ان كان في لحم ودم فعلا، فعرفنا ان احنا من لحم ودم. السؤال بقى ايه اللي يخلي القرايب اللي من لحم ودم واحد يتخانقوا ويسيحوا الدم بالمنظر ده؟ طبعا اسباب كتيرة جدا وتافهة من وانا طفل صغير وانا متابع انواع الخناقات بتاعت القرايب. على سبيل المثال في اشهر خناقة بتحصل بشكل دوري بين القرايب كل خميس كل جمعة كل ما يتقابلوا، اللي هي خناقة العيال الصغير اللي ضربوا بعض اللي بيتعك فيها الكبار. زيزو قال لميشو انه ضعيف وشبه البنات، فميشو سخن اداله بالبنيه في وشه، وقع له سنه لبنيه. ام زيزو تصوت وتزعق في ميشو تقول انه مش متربي، ام ميشو تصور لكرامتها تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهه وتقول ان الولد كان في حاله دفاع شرعي عن النفس، ام زيزو التانيه تقفش برضه كلمه من هنا على كلمه من هنا، ولعت حريقه بقى في طار دايت بين العيلتين واسنان كتير طايره في كل حته وحمام دم وقطيعه لا يعلم نهايتها الا الله. عندك خناقات الافراح، يعني مثلا قبل الفرح في الخناقه بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين، هنا بقى تسمع الجمل الدراميه بتاعت ايه ما احنا برضو نشرف يعني وعندنا بدل ها وجرفطات يا عم، حضرتك كنت محبوس انت كنت في السجن واخد 3 سنين سجن، اقول لك ولو تعزمني تعزمني وانا اعتذر انا مالي. اثناء الفرح بقى عندك الخناقه بتاعت ليه حمزه ابن مها هو اللي مسك المصحف اللي مفتوح كده ده في الزفه قدام العريس والعروسه ومش مروان ابني، ليه هو مروان وحش اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه ليه، وخناقه جوه القاعه بقى ما تفهمش ليه الرقص الهستيري والتنطيط والعرق والفرهده بيعتبروا علامه من علامات الوفاء كده والمجامله والترابط. العيال خش ارقص ارقص لقرايبي، واللي ما يرقصش لغايه ما يقع من طوله يبقى قليل الادب، مش جاي جاي مش فرحان مش جاي الواجب. ما عملتش الواجب في هز اعمل الواجب هلا ها فين الواجب اوب يلا ها واجب بتاع طنط فين. بعد الفرح من اول طريقنا للبيت لغايه ما نتفرج على الفيديو بتاع الفرح خناقات. يجي بقى السؤال اللي هو ايه معاه مصمصه شفايف كده بقى من طنط دي يعني. يا بنتك ما قامتش تهيص لبنتي ليه ها ليه يا حبيبتي مش بتحبها ولا متغاظه منها مالها؟ طب ما يمكن البنت خجوله او تعبانه او بتحافظ على كرامتها مش عايزه تعمل الحاجات دي مش واخده منشطات زي الناس التانيه، ما تسيبوا الناس في حالها ليه ارقص غصب عني ارقص. وخناقه طبعا في بقى خناقات العزومات اشهرها الخناقات العكسيه اللي هي لما تعزم انت حد على عشاء مثلا وهو ما يجيش، تقول له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله وبنغسل الشوك والمعالق والاطباق كويس نضاف يعني ما فيش حاجه. حبيبي حضرتك انا كنت في العنايه المركزه برضه ما فيهاش حاجه لما كنت تعدي تاكل لقمه معانا يعني وترجع على عنايتك تاني، فاحنا واحنا مش هنعتني بيك العنايه هتطير يا حبيبي لقمتي انا كنت معلق محاليل واحنا قصرنا، طب ما تيجي نجيب لك محاليلك ونجيب لك حاجتك ولا كتير علينا يا ابني انا كنت بين الحياه والموت، كمان تبقى بين الحياه والموت جنبنا هنا وما تعديش اكبر بخاطرنا حتى على ام كتر خيرك احنا ما احنا مش قد المقام وحاجتنا مش نظيفه وقطيعه. طبعا طبعا في العزومات في خناقات تعدمني مشهوره اسمها تعدمني، تعدمني لو ما اكلت الورك ده، يا رب اموت لو ما ضربتش طبق المحشي ده، الهه تشل لو ما شربتش المغدق. ليه كده الموضوع بيتطور طبعا للحلفان بالطلاق، طب طلاق ثلاثه لو ما اكلت لاكون مطلق بنت خالتك اللي قاعده في البدا. ليه في خناقه عزومه اول يوم رمضان؟ تخيل اول يوم رمضان ده عند مين؟ دي خناقه وليه عندك انت ومش عندي انا؟ هتفرق في ايه يعني؟ ما تروحوا اي حته، ايه الشرف العظيم في ان العزومه تبقى عندك يعني؟ يعني هتبقى انت الدوله المستضيفه لدوره الالعاب الاولمبيه مثلا؟ تتنافس في ايه؟ انتوا غاويين شقه؟ ما لسه رمضان فيه 30 يوم، لسه بدري، والله والله لسه بدري يا شهر الصيام. احنا دايما كده المناسبات السعيده دايما تقلب بنكت كده. لا والحزينه كمان على فكره، انت عارف في خناقه على النعي؟ ايوه في خناقات على النعي اللي هو مين اسمه جه قبل مين في النعي وليه؟ ليه ده قبل ده؟ وليه اتكتب ان المرحوم يبقى نسيب الاستاذ عادل شوكت بس من غير ما نكتب ان الاستاذ عادل ده كان المدير الاقليمي للشركه الدوليه للصناعات الدوائيه سابقا وبالولايات المتحده الامريكيه حاليا بعد التقاعد؟ ليه ما نكتبش كده؟ ليه عمك ما ياخدش وضعه؟ في خناقه قريبنا اللي رجع من السفر ومش جايب هدايا، او جايب لحد وحد لا، او جايب لحد اقل من حد، او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه، اي تلاكيك. في غير خناقات الهدايا في خناقات الفلوس، لما تخش مع قرايبك جمعيه لازم تقلب خناقه معروفه، العيديه النقطة، قريبك اللي بيخش مشاريع ويفشل بمنتهى الحب 19 مرة في حياته وكل العيلة لازم في كل مرة تلم فلوس عشان تنقذه، أو خناقة قريبك اللي عنده مشروع بيبيع أي حاجة وأنت اشتريت من بره، ما اشتريتش من عند حسام، إزاي بقى؟ يعني ليه؟ ما تشتري يا أخي من عند حسام، ما تقوم قوم دلوقتي اشتري من عند حسام، يعني أنت إيه اللي أنت جايبه ده وحسام عنده وحش؟ في الخناقة اللي ما بين أي حد من العيلة وقريبك الواسطة، ده بيبقى شخص يعني ربنا فتح يعني حظه كده، ربنا فتح عليه بمركز شوية علاقات، فالعيلة كلها بتستخدمه أسوأ استخدام، طول حياته تلاقي تليفونه ما بيبطلش، معلش والنبي فؤاد عليه مخالفات شيلها، عماد عليه غرامات شيلها، زياد عنده اللوز شيلها، اعتماد قتلت واحد شيلها أنت برضه، وهكذا، يتحول لمجمع التحرير، تبدأ العيلة كلها تزعل منه لأنه ما حققش كل أحلامهم وطموحاتهم، وبعدين الطلبات بتفضل تتصاعد لحد ما توصل لبند المستحيلات، اللي هو والنبي أنا عايز أدخل ابني لنظره ماينس 30 ووزنه 335 سبعة
54 كيلو كلية القوات الجوية. اتصرف. ولو دكتور في العيلة في خناقات بتاعته برضه، لأنه مطلوب منه يكشف على العيلة كلها ببلاش وفي جميع التخصصات. تسألنيش ازاي؟ حتى لو دكتور بيطري هيشتروا سلاحف ويروحوا له يكشف على السلاحف عندهم ببلاش في كل حتة في السحلفة أو أي تخصص. مهندس بقى، مدرس، سباك، رائد فضاء، مدرب تنمية بشرية، أي حد بيعرف يعمل أي حاجة مميزة في العيلة لازم تلاقي تلتين العيلة شايلة منه. علي عيلي علينا يا سيدي من ساعة ما بقى دكتور، وما بيشتريش من عند حسام، ما يشتري من عند حسام كمان، يعني بقى دكتور وما بيكشفش على السلاحف وما بيشتريش من عند حسام، لا ده يوم وازرق. طبعا كمان في خناقة، انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك؟ انا مش بحبها. لا الحب بيجي بعد الجواز. بص يا طنطا انا فعليا بخاف منها، الرعب بيمشي بعد الجواز. طب يا طنطا انا لسه صغير، هتعجز اثناء الجواز عادي، ولو ما اتجوزتهاش العيلتين هيتخانقوا، ولو اتجوزتها برضو العيلتين هيتخانقوا، انت عارف جواز القرايب ومشاكله. انا بقى الحمد لله علاقتي بقرايبي كلها زي الفل. عارف ليه؟ ليه؟ لاني بشتري من عند حسين. ريحت دماغي. طب بتكشف على السلاحف؟ لا مش للدرجه دي، انا لحم ودم بقى. على فكره حسام عنده سلاحف، لو جبت سلاحف من بره حسام يزعل، فانا بجيب كل حاجه من عند حسام.